بعد أن دخل السلاح الجوي الإماراتي لقصف طلائع الجيش الوطني في عدن، هل باتت المعركة واضحة بين الشرعية والإمارات؟ هل نقضت الإمارات اتفاقها مع السعودية؟ أم صمت السعودية هو تواطؤ مع الإمارات الذي بيد اليمنيين قيادة وشعب فعله الآن؟ أهلا بكم. حرب إماراتية مباشرة ضد اليمن ينفذها السلاح الجوي الإماراتي على قوات الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها ومدينة زنجبار في أبين، دعما وإسنادا لميليشيات الانتقالي. بيان الخارجية اليمنية حمل دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر والخارج عن القانون والأعراف الدولية. فهل أصبح اليمن بلدا مباحا ودون سيادة؟ ما الذي يتوجب على القيادة الشرعية فعله في هذه اللحظة الحرجة؟ لماذا لا يتم اتخاذ إجراءات مباشرة على مستوى الخطاب الرسمي والدبلوماسي أمام التحالف ومجلس الأمن والمجتمع الدولي؟ ما هي خيارات السعودية الآن؟ هل ستضع حدا لهذا الاعتداء أم ستستمر في تحالفها مع الإمارات على حساب أرواح اليمنيين وسيادة بلدهم؟ على أبواب عدن اتخذت المعركة شكلها الحقيقي، حرب إماراتية ضد اليمن. مقاتلات إماراتية شنت عدة غارات على طلائع الجيش الوطني في نقطة العلم المنفذ الشرقي لمدينة عدن، أودت بعشرات الضحايا بين قتيل وجريح. ضربة تعلن من خلالها الإمارات دخولها الحرب مباشرة ضد اليمن وضد الشرعية لإسناد حلفائها في المجلس الانتقالي. دخول سلاح الجو الإماراتي عقب الخسارة العسكرية التي منيت بها ميليشيات الانتقالي كشف عن توجه أبو ظبي لخوض معركة الانتقالي التي باتت ترى أنها معركة واهية، ويؤكد أن فصل جنوب اليمن عن شماله بات هدفا إماراتيا. الحكومة اليمنية أدانت القصف الجوي الإماراتي على قواتها وحملت دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية، غير أن البيان بحسب مراقبين لا يتناسب مع الحدث، وقد تبعته مطالبات للقيادة الشرعية بالتحرك الجاد تجاه الاعتداء الإماراتي الواضح لسيادة اليمن. المطالبات أكدت ضرورة رفع شكوى لمجلس الأمن ومنع طائرات أبو ظبي من التحليق في الأجواء اليمنية. الصمت السعودي تجاه ما تواجهه قوات الشرعية من قبل الإمارات شريكتها في التحالف قوبل بانتقادات حادة وعد جزءا من التواطؤ. يقول متابعون إن الرهان على السعودية بات يقتل اليمنيين، وحان الوقت للبحث عن خيارات أخرى. على هامش ما يحدث في خطوط المواجهات العسكرية تبرز المخاوف من توجه الانتقالي لتصفية معارضي في عدن والذين كانوا قد أعلنوا تأييدهم لدخول الشرعية، لكن تراجع قوات الجيش تركهم فريسة لميليشيا المجلس الانتقالي، ليبقى مصير عشرات المواطنين مرهونا بنتيجة التطورات العسكرية خارج العاصمة المؤقتة. إذا تابعنا التقرير مشاهدينا، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة، وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل البكيري. أهلا بك أستاذ نبيل، كاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا. وأيضا أرحب بالضيوف الذين سينضمون إلينا لاحقا. أستاذ نبيل، إذا أحداث متسارعة في العاصمة المؤقتة عدن وما حولها وأيضا في أبين من الأمس إلى اليوم، ما الذي يحدث؟ بطبيعة الحال ما حدث ويحدث ويجري وسيجري هو امتداد لأزمة سياسية طويلة، خلل سياسي كبير على الساحة اليمنية منذ إعلان قيام عاصفة الحزم حتى هذه اللحظة. اليوم نحن نحصد تراكمات هذا الفشل، فشل على كل المستويات، فشل على مستوى الشرعية، فشل أيضا على مستوى التحالف العربي وتحديد أجنداته واستراتيجياته في اليمن، فشل على مستوى القيادات السياسية والحزبية، فشل على كل المستويات. اليوم نحن نحصد هذا النتاج، هذه الكارثة الكبيرة التي بنيت على مقدمات مغلوطة فيما يتعلق باليمن، فيما يتعلق باستعادة السياسة في اليمن، فيما يتعلق باستعادة الشرعية، فيما يتعلق أيضا بتحديد ما الذي يجب وما الذي لا يجب. وبالتالي نحن نحصد هذا الهشيم، نحصد نتيجة وندفع ضريبة صمت طويل على الأخطاء الاستراتيجية والكارثية والكبيرة التي ارتكبت من قبل الشرعية، وكما هي ارتكبت أيضا من قبل التحالف، من قبل أطراف في التحالف. وكل هذه الأخطاء الكارثية أوصلتنا إلى هذا المشهد المثخن بالدم والمثخن بالحروب التي لا أفق لانتهائها قريبا. طيب، ما حدث اليوم؟
برأيك ما تفسيره؟ يعني بعد ما حدث في الأمس، يعني كيف تحولت هل يجوز أن نقول تحول الانتصار إلى هزيمة؟ ليس بهذا المنطق أصلاً. ما الذي حدث بالأمس كان واضح. الذي حدث في الأمس كان انتفاضة شعبية، كانت تعبير عن ملل كبير من قبل المواطنين في عدن لهذه الميليشيات الخارجة عن الدستور عن القانون. ميليشيات لا علاقة لها بالمجتمع، لا علاقة لها بالسياسة، لا علاقة لها بإرادة الناس، لا علاقة لها بشيء، إنما علاقتها هو أنها ميليشيات يعني ارتزاق تدين بالولاء خارج الوطن، وتدين أيضا بالعمالة لكل ما له علاقة بالإنسان واحتياجاته ومتطلباته في هذه المدينة التي نكبت كثيرا وذاقت مرارة محطات صراعات مريرة. وبالتالي كان هذا الاحتقان الذي حصل بالأمس والانتفاضة الشعبية التي أسقطت هذه الميليشيات للأسف أنها أتت دون ترتيب ودون تخطيط، إنما هي عبارة عن تعبير عن حالة احتقان وصل إلى مدى لم يكن مخطط له، لا من قبل، لا في تنسيق ولا تخطيط ولا ترتيب بين هذه المجاميع التي انتفضت بالأمس، ولا أيضا حتى الجيش الشعبي الذي الجيش الوطني اللي كان على مقربة من مشارف عدن. ما الذي يجعلك تقول لا يوجد تنسيق؟ يعني بناء على أي معطيات؟ بناء على المعطيات التي يعني تخيل أنت، سقطت هذه المناطق والمؤسسات والمعسكرات خلال يعني 5 إلى 6 ساعات منذ الظهيرة حتى العصر، وفجأة يعني استفيق الانفصاليون أو الميليشيات الانقلابية في عدن وتستعيد تلملم المشهد بذلك الطريق. إلى أنها أسقطت إعلاميا وفيسبوكيا، أسقطت على شاشات القنوات المؤيدة للشرعية. هذا نوع أيضا من الردح الإعلامي المقابل، لكن في حقيقة الأمر هناك صحفيون موجودون على الأرض في عدن، وهناك ناشطون سياسيون ومدنيون موجودين في هذه المدينة وأخبرونا بتفاصيل مروعة عما حدث بالأمس وتفاصيل مفاجئة للجميع، يعني جميع المراقبين كيف أسقطت واستولوا على مواقع ومعسكرات واشتباكات كانت يعني خرج الناس يعبروا عن حالة رفض قاطع لهذه الميليشيات ولهذا الانقلاب، ولم يكن في حسبانهم أن طيب أستاذ نبيل، عن طريقة إدارة وتفكير من هم اليوم في غرفة العمليات العسكرية بعد 5 سنوات من الحرب، بناء على ما حدث أمس من انتصار ومن سقوط اليوم، إلى ماذا يشير يعني؟ قطعا هو يشير إلى أن هناك فشل كبير في إدارة هذه المعركة. يعني نحن لا نكون لا يمكن أن نوصف الواقع بغير ما هو موجود عليه، هذا واقع مختل فيه فشل. هذا الفشل أصبح يعني من حالة فردية إلى حالة مؤسسية، يعني فشل مؤسسي له مؤسسات وله تراتبية في إنتاج هذا الفشل من الرئاسة إلى أبسط. دخول سلاح الجو الإماراتي. دخول سلاح الجو الإماراتي هو شيء متوقع. يعني الجديد في 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 ما جرى في عدن اليوم، يعني هو ليس إنه يعني ما حدث أن الإمارات دخلت بالأمس الحرب، لا بالعكس. الإمارات المتغير الجديد في سلاح الجو أنه من الحرب بالوكالة بواسطة العصابات التي دربتها وأنشأتها خلال 4 سنوات إلى حرب مباشرة. يعني الآن نحن أمام حقيقة واضحة ومعادلة واضحة، أن هناك دولة تعتدي على السيادة الوطنية، وأن هناك دولة تحولت بين عشية وضحاها من دولة إلى دولة حليفة إلى دولة عدوة. وهذه التوصيفات التي يجب أن اليوم أن تكون على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والخطابات التي تصدر عن الحكومة الشرعية. وفي هذا الصدد أنا يعني استنكر أو يعني أشمئز إذا صح التعبير من البيان الذي صدر عن رئاسة الأركان اليمنية. كان بيانا يتعاطى مع المشهد السياسي بنبرة سياسية، المشهد العسكري بنبرة سياسية أو بلغة سياسية يعني فاشلة وساقطة إن صح التعبير. يعني كان يفترض أنه نسمع خطاب عسكري يواجه هذا الاعتداء الهمجي العسكري على الأراضي وعلى التراب اليمني وعلى الجيش اليمني، لكن للأسف أنه خيب ظننا هذا البيان. لكن الآن ربما سيكون هناك بيان جديد سيصدر عن الرئاسة حاليا، ونتوقع أو نتمنى، وليس نتوقع، نتمنى أن يكون يعني حالة قطيعة حقيقية كاملة مع العدو أو مع دولة الإمارات كعدو، ومثار قلق وفوضى في المشهد اليمني على امتداد 4 سنوات. الجميل أو الإيجابي في هذه اللحظة وهذه هذا المشهد أنه يعني كشف الستار عن كثير من الالتباسات الموجودة في الحالة اليمنية، وأصبح العدو والصديق الجميع
أو بمعنى آخر أنه أصبحت أنت أمام خارطة واضحة للأعداء والأصدقاء في الحالة اليمنية. اليوم لا يمكن الحديث عن أخطاء عن ضربات طائرات أو أخطاء طائرات التحالف وعن يعني عصابات واغتيالات لا تدري من يقوم بها. اليوم المشهد واضح تماما، هناك عدو يمتلك طائرات الأباتشي هو الذي نفذ هذه العمليات اليوم ضد الجيش الوطني، هناك خلايا زرعها على امتداد 4 سنوات التي تغتال وهي التي اليوم ترتكب الجرائم ضد الإنسانية في عدن باقتحام البيوت و و و و و يعني وملاحقة الناشطين السياسيين والصحفيين في عدن، وعملية تصفية تتم على البطاقة وعلى الهوية. نحن أمام معادلة واضحة يصطف فيها العدو واضحا ويصطف فيها الصديق واضحا في هذا المعادلة. طيب، نشارك معنا بالنقاش من لندن الكاتب والأكاديمي السعودي الدكتور أحمد بن راشد سعيد. أهلا بك دكتور أحمد. حياك الله دكتور أحمد. برأيك الرياض كيف تتابع ما يحدث في عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة موقف السعودي ازداد غموضا وتعقيدا وتخبطا، يعني نحن لا نعلم إلى الآن، مضى تقريبا 20 ساعة ربما أو نحو ذلك على العدوان الإماراتي على قوة الشرعية في عدن وفي زنجبار، ولم نسمع موقفا سعوديا رسميا حتى الساعة. وتابعت حتى المعلقين السعوديين المرتبطين بالحكومة بطريقة أو أخرى، فلم أجد الحقيقة وضوحا في الموقف، يعني كأنما ينتظرون تعليمات من هنا وهناك، يعني يبدو أن الرؤية يعني منعدمة أو يلفها كثير من الضباط. طيب، قبل أن أسألك دكتور أحمد، لماذا الصمت عن ما حدث اليوم من قبل السعودية أيضا بالأمس مع كل التقدم والمكاسب التي حققتها قوة الجيش الوطني ومعسكر الشرعية، لم يصدر أي موقف أيضا من المملكة العربية السعودية، لماذا برأيك؟ أعتقد هناك يعني هذا يزيد الأمر التباسا، يعني ويزيد الأمر شكوكا عن حقيقة الموقف السعودي مما يجري. يعني الموقف السعودي حتى مع انتصارات الشرعية لم يكن واضحا، عدا يعني الصحافة والمرتبطين بالمعلقين السعوديين الذين هللوا للانتصارات، لكن لم يحصل موقف رسمي. وكذلك اليوم ليس هناك موقف رسمي، بل العجيب أني سمعت قبل قليل فقط الإمارات أصدرت بيانا تقول فيه أن عملياتها أو جرائمها التي ارتكبتها في اليمن أنها انتصار للتحالف العربي وأنها تحقق أهداف التحالف العربي. فما موقف السعودية من ذلك؟ يعني هل الإمارات ناطقة باسم التحالف العربي؟ يعني الإمارات جزء من التحالف العربي. إذا قالت إن هذه الضربات التي نفذتها اليوم في الجنوب هي تتسق مع أهداف التحالف العربي، إذن السعودية ضالعة في هذا المشهد أو راضية أو هو يتسق مع أهدافها. إذا أرادت السعودية أن تنفي ذلك فيجب أن تنفي. يعني عدا عن ذلك فبيان الإمارات واضح جدا أن السعودية والإمارات في قارب واحد، وأن الإمارات تنسق مع القيادة السعودية فيما يتعلق بالوضع في اليمن. أمر مؤسف جدا جدا جدا، ويعني مؤلم لكل سعودي ولكل عربي أن ينتهي الأمر بالتحالف العربي إلى أن يكون تحالف ضد الشعب اليمني بدلا من أن يكون تحالفا لإنقاذ الشعب اليمني. طيب، سأستمع لتعليق ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل البكيري. ألم في هذه اللحظات يصدر بيان عن الخارجية الإماراتية يقول أن عملية الاستهداف بالطيران تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن ميليشيات ما وصفها البيان تستهدف عناصر التحالف، وأنه ما حدث يأتي في إطار الدفاع عن النفس؟ طبعا هذه البجاحة صح التعبير في الحديث عن اعتراف أولا أن هناك قصف وأنها هي طيران الإمارات هو الذي ارتكب هذه الجريمة، هذا قبل أن يكون عملية تحدي لليمن وإرادته وشعبه وحكومته، هو أيضا تحدي للحليف الذي للمملكة العربية السعودية التي اليوم يعني في نوم عميق، في أحسن النوايا أنها في نوم عميق، إن لم تكن هي طرف في هذه الكارثة التي حلت بالجيش الوطني اليوم في عدن وفي أبين. الغريب أيضا أنه فيما يتعلق بالموقف السعودي، الموقف السعودي دائما هو موقف سلحفائي بطيء جدا، لا تستطيع أن تتنبأ بماذا سيكون عليه.
لكن ايضا هذا البطء بقدر ما يكون هو ناتج عن صعوبه في اتخاذ القرار، هو ينتج ايضا عن او يشير ايضا الى ان هناك خلل كبير في بنيه صناعه القرار في المملكه العربيه السعوديه. طيب انه الخارجيه الاماراتيه اليوم تصف عناصر الجيش الوطني الذين سقطوا جراء هذه الغارات وبلغ عددهم بحسب بيان وزاره الدفاع ورئاسه الاركان 300 فرد انهم ميليشيات ارهابيه. طبعا شوف حتى نكون بالصوره واضحين، اليوم انا باعتقادي مشكلتنا ليست مع الامارات، الامارات عدو ومنذ اليوم الاول في دخولها اليمن هي عدو، بغض النظر عن الغطاء الذي كانت تتستر به تحت غطاء التحالف العربي. اليوم انا باعتقادي المشكله اليمنيه الحقيقيه مع المملكه العربيه السعوديه، فالمملكه العربيه السعوديه هي المسؤول الاول والاخير عن تواجد هذه القوات على الاراضي اليمنيه. ما كان الامارات ان تجرو وان تكون جزء من هذا التحالف وان تشارك بطيرانها وبجيشها وبميليشياتها التي دربت على ارض اليمن ان تكون جزء من هذا المشهد العسكري. هي لم تستطع ان تدخل الا من خلال الغطاء السعودي، ليستحيل ان تكون الامارات بتلك القوه وبتلك الجسارة التي يعني تحاول ان تظهر بها اليوم في المشهد السياسي اليمني. الكارثة الكبيرة اليوم والإشكالية الكبيرة للحكومة اليمنية هي مع المملكة العربية السعودية، هي المستدعى الوحيد لهذه الحرب، باعتبار أن رسالة الرئيس هادي كانت موجهة للمملكة العربية السعودية ولم تشمل أو لم تتوجه لأي طرف آخر، وبالتالي نحن مشكلتنا مع المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية هي المسؤولة الأول والأخير عن كل هذه الكوارث التي حلت في المشهد اليمني. كان هذه المسؤولية أو كان هذه الارتكاب مثل هذه الأخطاء والكوارث والجرائم كان بصمت سعودي أو برضا سعودي أو بعجز سعودي، نحن لا يهمنا في التوصيف النهائي، يهمنا أن السعودية هي المسؤولة الأول والأخير عن هذه الكوارث وعن هذه الجرائم، وهي من ستتحمل هذا النتائج وهذه التبعات، وسيكون ذلك ليس في صالحها وليس في صالح سياساتها وليس في صالح وجودها كدولة أيضا على حدودنا، والأيام دول كما يقول العرب، ولا تموت العرب إلا متوافية. طيب عودة الدكتور أحمد، دكتور أحمد، ما بين السعودية والإمارات فيما يخص الأجندات في اليمن، تبادل أدوار، تباين واختلاف؟ يعني الذي حدث اليوم يعزز الشكوك أكثر، أن يعني لا سيما بعد صدور البيان الإماراتي الأخير. لا ننسى أن أنور قرقاش قال أمس أو قبل يومين أن 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 الإمارات موجودة في التحالف بطلب من السعودية وأنها ستغادر التحالف إن طلبت السعودية منها ذلك. خلاص يعني الكرة في ملعب السعودية. اليوم كيف يمكن أن تجرؤ الإمارات على شن هذه الغارات الهمجية الدموية بدون معرفة القيادة السعودية؟ يعني شيء غير منطقي، لا سيما أن غرفة عمليات التحالف تدار من الرياض أو تنطلق من الرياض. إذا كيف يمكن فهم، كيف يمكن إقناع اليمنيين والسعوديين والعرب بأن هذه الجريمة التي وأن هذه المجازر التي ارتكبت اليوم تمت بدون علم السعودية؟ طيب الأستاذ نبيل البكيري يقول اليوم السعودية هي من تتحمل مسؤولية كل هذه الكوارث وكل ما يحصل، وأنت تقول الكرة اليوم في ملعب المملكة، هل هي قادرة على فعل شيء لمعالجة هذا الاختلال وهذا الوضع؟ وما الذي يمكن أن تفعله؟ ما المتوقع بعد ضرب الطيران، بعد بيان الخارجية الإماراتية؟ يعني طبعا السعودية مسؤولة، السعودية هي قائدة التحالف يعني، والإمارات جاءت إلى التحالف بطلب من السعودية، والسعودية هي التي تبنت مشروع يعني الحرب على الحوثيين باسم عاصفة الحزم يعني، فلذلك السعودية مسؤولة في نهاية المطاف. يعني في التحليل الأخير السعودية هي التي تتحمل المسؤولية. الإمارات، هل الإمارات هي التي تنفذ يعني الأجندة السعودية ولكن السعودية لا تخرج في الواجهة؟ هل يعني هل الإمارات هي التي تقوم بالأعمال القذرة مثلا؟ يعني هذه أسئلة مشروعة يعني مطروحة، يعني ماذا يجري؟ يعني نحن نريد إجابات عن أسئلة كثيرة، ولماذا لا يخرج المتحدث باسم المعارك باسم عاصفة الحزم أو إعادة الأمل؟ لماذا لا يخرج أمام الكاميرات أمام التلفزيون وأمام الصحافة ويتحدث عن مجريات هذه الأمور؟ هذه مجزرة كبيرة، من المسؤول عنها؟ ما موقف السعودية الرسمي منها؟ يعني لا، الصمت لا يخدم، حتى سياسيا غلط، يعني حتى سياسيا هذا السكوت غلط، يعني الناس جميعا سيوجهون أصابع الاتهام إلى المملكة يعني. فهذا الشيء الحقيقة يا
يعني انا اعتقد ان الرهان يجب ان لا يكون، يعني رغم كل هذه الجرائم الرهان يجب ان لا يكون على الامارات ولا على السعوديه ولا على اي تحالف. الشعب اليمن هو الذي يجب ان يقرر، هو الذي يجب ان ينتفض، هو الذي يجب ان يقول لا للاحتلال وللعدوان ايا كان مصدره، سواء كان الكهنوتي الطائفي في صعده او كان يعني محمد بن زايد او كان اي جهه اخرى. يعني الشعب اليمني هو، وانا واثق جدا 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 ان 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 هذا سيكون مأزق للامارات، ان الامارات ستدق عنقها في حضرموت وفي عدن وفي شبوه وفي ابيد، ان الامارات ستنتهي، سينتهي مشروعها الجبان، مشروعها العدواني على الامه العربيه، وان اهل اليمن بحكمتهم وبصبرهم وبتاريخهم العريق العظيم الذي يمتد لالاف السنين سيمرغ أنف الإمارات في الوحل. هذه الدولة المارقة التي آذت الأمة العربية وآذت الإسلام وأساءت إليه أي إساءة. يعني نحن متفائلون رغم كل هذه الجراح وكل هذه المعاناة أن الإمارات ستدفع ثمنا باهظا لهذه الجرائم، وحتى أي دولة تدعمها بما فيها السعودية لو كانت ضارعة في هذه الجرائم فحتما ستدفع الثمن، لن تذهب دماء الأبرياء هدرا. أشكرك جزيلا دكتور أحمد بن راشد بن سعيد الأكاديمي والكاتب السعودي، كنت معنا من لندن. أستاذ نبيل، دكتور أحمد يسأل كيف تتجرأ الإمارات على القيام بهذه العملية بالقصف بالطيران، والمعروف أنه ربما لا يقلع أي طيران عسكري أو مدني إلا بموافقة سعودية، ونتذكر حادثة الطائرات اليمنية التي كانت أقلعت من القاهرة وعادت لأنها لم تحصل على تصريح من المملكة العربية السعودية. طبعا قطعا هناك غرفة عمليات مشتركة تدار من الرياض، ولا يمكن لطائرة أن تحلق في الأجواء اليمنية إلا بإذن من طيران التحالف العربي. الإمارات تنفيذ اليوم بهذه العمليات بالأباتشي وطلوعها في الأجواء اليمنية والقصف الجيش الوطني لم يكن مجرد شبق إماراتي للقتال والحرب واستخدام هذه الطائرات. بالتأكيد هناك يعني موافقة سعودية على هذه العمليات. أيضا كشف عنه طبيعة البيان الذي صدر وزارة الخارجية الإماراتية اليوم، حيث يتحدث عن عمليات تأديبية لمنع الاحتراب في بين اليمنيين، يعني الموضوع، أو أيضا حتى تتحدث على أنها كانت دفاع عن التحالف الوطني، يعني التحالف العربي. يعني اليوم الإمارات بدل ما هي تابعة للسعودية في هذا الحلف وفي هذا التحالف، هي اليوم من تقود هذا التحالف. والصمت السعودي يفسر أن هناك فعلا اختلال لمعادلة إدارة التحالف، وأن الإمارات هي اليوم التي تدير المشهد وتنفذ ما تريد في هل تعتقد أن يستمر هذا الصمت السعودي أم يحدث ويصدر تصريح من أي من المسؤولين السعوديين أو أي رد فعل؟ أنا أقول لك دائما كل المواقف السعودية دائما لا تصدر إلا بعد فوات الأوان، وحينما لا يكون لها أي قيمة. يعني مثلا الآن نحن يعني في حسن، يعني من في أفضل حالة من حسن الظن نقول أن السعودية يعني تصدر قرارتها ببطء، وأنه يعني نحن نبحث عن تعليلات وأعذار للموقف السعودي، لكن ليس هناك في الواقع أي أعذار. يعني أنت أمام معركة بهذا المستوى ومصير دولة لا يمكن تحدده عصابة وميليشيات مدعومة بالسلاح ومدعومة بشوية الطيران ووفرة مالية لدى الإمارات لتحدد مصير اليمن. وبالتالي أنا باعتقادي حالة الاصطفاف الوطني والشعبي اليوم خلف الحكومة الشرعية وخلف الجيش الوطني، هذه الحالة لم يسبق لها أن تشكلت بهذا المستوى وبهذا القدر من التلاحم وحالة اليمنيين الذي رأيناها تصطف باتجاه تحديد واضح لمسار المعركة، أن الإمارات تحولت إلى عدو لليمنيين وأنها ستدفع ثمن غاليا وأنه لا يمكن أن تنجو من ردود أفعال اليمنيين في هذه المرحلة. بيان الخارجية والإماراتيين يقولون هذا الاصطفاف يدعم الإرهاب، يدعم الميليشيات. هم اليوم يصنفون أفراد الجيش الوطني وقياداته وضباط بأنهم ميليشيات إرهابية بكل بحسب ما صدر في البيان. الإمارات ليست على كل شيء قدير، وليس أموالهم هي التي ستحدد مصير الآخرين. لا يعتقدون أن الوفرة المالية التي لديهم هي التي ستجبر المجتمع الدولي على التعاطي معهم على أساس أنهم فوق القانون فوق قانون الدولي أو حتى فوق الدستور وفوق الإرادة اليمنية. لازلنا نحن دولة يعني نضرب في جذور التاريخ أكثر من 7000 سنة، وليس عبارة عن خيمة معرضة للرياح والاكتتاث في أي لحظة. ليكون في حسبانهم أن اليمنيين حينما يقررون ويحققون ماذا يريدون، وبالتالي اتقي صمت الحليم اذا غضب. نحن في اليمن اليوم يعني لازلنا يعني رغم كل الجراحة التي لاقيناها ورغم كل الخيانات ورغم كل
لا زال أنه هناك نوع من التعاطي الإيجابي مع المشهد، بحيث لا تذهب هذه المعركة ويكون الخاسر الوحيد فيها هم اليمنيون، باعتبار أن هذه المعركة لا تخدم سوى ميليشيا الانقلاب التي تشكل من أجلها التحالف. واليوم يتضح في هذا السياق أن هناك تنسيق واضح بين هذه الميليشيات الانقلابية في صنعاء والإمارات. ما يجري في الجنوب هو تعزيز لموقف الانقلاب في الشمال بأن يبقى بمنأى عن أي معركة قادمة، وأن تذهب الإمارات بهذه الميليشيات لتقرر مصير الجنوب. أنا باعتقادي هذا الترابط وهذا بالتأكيد. أنك استمعت إلى ما نشر في صفحات مؤيدي المجلس الانتقالي، وهم يقولون، أنت تقول أن هنا ربما يخدم أو تخادم بين الحوثيين والإمارات ومن يدعمهم، يقول لك لماذا تذهب قوة الجيش الوطني إلى الجنوب في مسافة أطول وأبعد والحوثيين أقرب إليها؟ هم أيضا يلقون بنفس التهمة. هذا جيش تحت مظلة الجمهورية اليمنية دستوريا وأمام المجتمع الدولي. المجتمع الدولي معترف أن هذا جيش الجمهورية اليمنية، وأن التمرد في الشمال الذي قاد اليمنيون حربا ضده أكثر من 5 سنوات، السبب الرئيسي لعدم استمرار هذه المعركة هو الطعن الذي أتى من الخلف. يعني الآن العاصمة الرئيسية للجمهورية اليمنية سقطت في الانقلاب 21 سبتمبر 2014، والعاصمة المؤقتة عدن التي كانت عاصمة للشرعية أسقطها الميليشيات المتمردة اليوم، يعني في 10 أغسطس الحالي. وبالتالي يعني ليس أنت من سيحدد، يعني حينما تأتي وتطعنني من الخلف وتقول لي لا ما بلا تذهب تقاتل العدو الأول بعدين ترجع تقاتلنينا، أنت جزء من هذا العدو. الحوثي لم يكن له ليتمكن ويصمد هذا الصمود لولا الخلل الموجود في 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 المناطق المحررة، حينما حلت ميليشيات محل الدولة وهدمت مؤسسات الدولة ونهبت مقدراتها وتحولت إلى عصابة تنشر الخوف وتفتح السجون السرية وتعذب وتعتقل وتغتال القادة والأبطال الذين شاركوا في معركة دحر الانقلاب. وبالتالي اليوم كيف يعني أي منطق أنت تريد أن تحدد أولوياتي وأنت جزء من هذه اللعبة وجزء من ميليشيات الانقلاب الموجودة في صنعاء؟ هناك تنسيق وتناغم وهناك أهداف واضحة تمشي بالتوازي بين كل من انقلاب صنعاء وعدن. طيب الآن في هذه اللحظة ما الذي يتوجب على القيادة الشرعية فعله؟ أنا باعتقادي هي مرحلة فاصلة بالنسبة للحكومة الشرعية وأمامها تحدي كبير. هذا التحدي يتمثل بإعلان يعني قطيعة تامة مع الإمارات العربية المتحدة وإعادة توازنات المرحلة، العودة إلى الداخل، إدارة معركة متكاملة من خلال حكومة مصغرة وإدارة المشهد بعيدا عن الركون للجيران والركون على التحالف العربي أو الركون على أي طرف. أنا كيف تعود إلى الداخل وهي لم تستطع لا قوة الجيش حماية الأفراد الذين انتفضوا في هذه الانتفاضة الأخيرة؟ يا سيدي في ظل هذا القصف يا سيدي الحكومة بهذا الوضع هي كتبت على نفسها مثل هذا الوضع المؤسف، ولكان بإمكانها أن تعود إلى مارب، بإمكانها أن تعود إلى تعز، بإمكانها تعود حتى إن شاء الله إلى سقطرى، إلى أي مكان آخر، وأن تمارس بإمكانياتها الوطنية المتاحة معركتها. أما أن تركن على الآخرين ليحرروا لك البلاد وتعود أنت حاكما، هذا نوع من الأوهام ونوع من التخدير ونوع لم يكن نوع من السذاجة السياسية الذي إن صح التعبير. الحكومة الشرعية بيدها اليوم أن تعيد المعركة وطنية وتعود إلى الداخل وتبحث لها عن حلفاء حقيقيين وتبحث عن شراكات مع المجتمع الدولي ومع القوى الإقليمية والدولية التي تحترم إرادة وسيادة استقلال اليمن ووحدته، وبالتالي تمضي إلى معركتها بعيدا عن الإملاءات وعن الوصايا وعن طيب الآن صدر البيان الرئاسي، أقرأ لك جزء منه في هذه اللحظات. يقول بيان للرئيس عبد الرب منصور هادي: وجهت كافة أجهزة الدولة لمواجهة الاستهداف السافر لبلدنا وحدته، لا يمكن لتدخل الأشقاء في معركتنا أن يكون مدخل لتقسيم البلاد. طبعا هذا اللغة أقل من توصيف الواقع الموجود. أنا باعتقادي لم يخن التعبير في قراءة البيان كاملا، كان ينبغي أن يكون هذا البيان حدا فاصلا بين مرحلتين، مرحلة تنفيذ الإمارات لأجندتها وسياستها تحت مبرر التحالف العربي تحت شعار التحالف العربي، إلى جزء من إدارة المعركة ضد اليمنيين وضد الدولة اليمنية وضد مؤسساتها وضد يعني مناطقها السيادية ومؤسساتها، إلى مرحلة استهداف الجيش الوطني واستهداف القادة والضباط واستهداف كل ما له علاقة باليمن. نحن اليوم ما حدث في 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 أبيان هو تأكيد لما حدث للعميد الأبارة
ولشدادي ولكل القادة والضباط الذين تم اغتيالهم تحت مسمى عمليات خاطئة. اليوم تؤكد هذه العملية أن الإمارات دخلت هذه الحرب بهدف تصفية التيار الوطني، التيار الحامي للمشروع الجمهوري، المشروع الوحدوي في اليمن، مشروع الثورة والانتقال السياسي والديمقراطي في الحالة اليمنية. اليوم انكشفت الأوراق بهذا الوضوح وبهذا الانكشاف الذي يتطلب إعادة ترتيب مشروع القوى الوطنية اليمنية، وأن تقف صفا واحدا في وجه مثل هذا العبث، وأن تسمي الأشياء بمسمياتها وتذهب إلى تحديد من هو العدو من الصديق. اليوم أنا باعتقادي اليوم الإمارات أصبحت عدوا مستهدف لليمن، ولا يمكن التعامل معها تحت أي إطار وتحت أي مسمى آخر سوى أنها عدو، ويجب سحب السفراء، ويجب أيضا رفع شكوى للأمم المتحدة بالانتهاكات التي تمارسها هذه الدولة. أيضا في البيان يطالب هادي السعودية بالتدخل لوقف الهجوم الإماراتي على قوات الجيش. السعودية هي مطالبة بإيقاف أو بتحديد واضح وصريح لدورها من هذا الانتهاكات التي ترتكب من قبل الإمارات. اليوم أنا باعتقادي الإمارات لا يمكن أن تفعل أو أن تذهب إلى هذه الحماقات والحماقات التي ترتكبها لولا الغطاء السعودي. لا، السعودية تمثل غطاء شرعي وسياسي لوجود الإمارات في اليمن، لأنها هي التي استدعتها، وهي التي لا زالت أيضا تتعاطى أن هناك تحالف عربي، وبالتالي نحن نرى هذا التخادم اليوم الذي قد يصل لمرحلة التقادم مع البيان أو التغريدة التي كتبها قرقاش قبل أيام حينما تحدث على أن السعودية هي الوحيدة التي تقرر مصير التحالف من عدمه ومشاركة الإمارات من عدمه. يعني بالتالي اليوم أنا بعتقد الصمت السعودي هو جزء من هذه الكارثة وجزء من هذه المشاركة في إدارة هذه الهمجية. هل كنت تتوقع يعني ما جاء في هذا البيان إلى أي حد هو المطلوب والمأمول كان؟ أنا باعتقادي البيان لا أستطيع أن أحدد مضمون البيان كاملا، لكنني هي هذه الثلاث النقاط المهم الأهم. لا يمكن لتدخل الأشقاء في معركتنا أن يكون مدخل لتقسيم البلاد، ندين استهداف قوات المسلحة من قبل دولة الإمارات، نطالب السعودية بالتدخل لوقف الهجوم الإماراتي. طبعا الإدانة هي المفترض أنها تكون من طرف ثالث وليس من طرف هو تعرض لل. ويقول أيضا لا يمكن أن ترهبنا الطائرات العابثين المستهدفين لأرضنا، وسنستعيد عدن ونبسط نفوذ الدولة. أنا باعتقادي أيضا مثل هذا الخطاب السياسي هو خطاب أيضا يفترض أنه يمثل غطاء لهذه العمليات العسكرية، ويفترض أن يواكب كل حركات الجيش الوطني منذ الانطلاقة حتى الآن. لكن أيضا أنا باعتقادي الجيش الوطني اليمنيون لا يكتفون فقط بمثل هذه البيانات. أنا باعتقادي للإمارات أهداف على امتداد الساحل اليمني من المكلا مرورا حتى تخوم الحديدة، وبالتالي يجب أن تكون كل تواجد للإمارات هو تواجد عدو ويجب أن يستهدف، وأن المعركة ضد الإمارات مفتوحة على امتداد الساحل اليمني وعلى امتداد وجودها، وكل ما له علاقة بالإمارات ويرتبط بالإمارات تمويلا وتدريبا وتسليحا هو هدف في معركة اليمنيين. الآن نحن وصلنا إلى مرحلة مفاصلة، لا يمكن أن تعود الأمور إلى مسارها، ولا يمكن أن يعود عجلة التاريخ للخلف. اليوم الإمارات عدو، وثبت ارتباطها بالحوثيين وارتباطها بالميليشيات الانقلابية في الجنوب وارتباطها بكل المشاريع الصغيرة اليوم التي تعمل على تفتيت وتجزئة الجغرافية اليمنية. طيب نشرك معنا بالنقاش عضو مجلس النواب شوقي القاضي. أهلا بك أستاذ شوقي. أهلا وسهلا. كيف تتابع هذه التطورات المتسارعة أنتم في أعضاء مجلس النواب؟ يعني هي تحصيل حاصل الآن، أسفرت الإمارات عن وجهها الحقيقي، ظهرت يعني من زمان كان الناس يرددون بأن دورها مشبوه وأنها تمارس يعني أجندة قذرة في اليمن بشكل عام والجنوب بشكل خاص، وكان البعض ربما يتشكك. حاول الناس سواء المجلس الرئاسة أو البرلمان أو الحكومة أو الأحزاب السياسية حاولوا أن يتواصلوا مع الإمارات أن يهدئوا هذا الحقد هذا العداء على اليمن، لكن يبدو أنه هناك أجندة يعني قذرة جدا يمارسها حكام أبو ظبي. اليوم أسفرت الإمارات عن وجهها الحقيقي، ظهرت ما عاد هناك شك ولا ريب كما ذكر الأخ الرئيس الآن في كلمته بأنها ثبت دعمها للتمرد، ثبت دعمها وتمويلها وتخطيطها لتقسيم اليمن. اليوم تقصف قوات شرعية، بل تمارس الإعدامات الجرحى، وكما ذكر ضيفك الكريم يعني أعلنت إمارة الحرب على اليمن، وبالتالي صارت الآن لابد. طيب ما رأيك أستاذ شوقي في بيان الرئيس الذي صدر قبل قليل؟ البيان يعني نوعا ما ربما
حاول ان كما يقال ان ان ان, أن أن لا يرفع السقف كثيرا، يعني أقل ما يمكن، فيه لغة هادئة مع أنها واضح تماما الاتهام، لكنه لم يطالب مجلس الأمن بأي مطالب. كان ينبغي على رئيس الجمهورية أن يوجه مطالبته لمجلس الأمن، كان ينبغي أن يطالب المجتمع الدولي، كان ينبغي، كانت هناك ثغرات كثيرة في البيان، لكن كما يقال تحصيل حاصل. هناك أيضا الحكومة، هناك البرلمان الآن، هناك ربما الآن في الساعات القادمة ستصدر خطوات أكثر من مجموع المكونات الشرعية، وبالتالي هذا الذي يهمنا. طيب، هو طالب السعودية بإيقاف العبث الإماراتي، هل تتوقع ما طبيعة الاستجابة السعودية لهذا الطلب؟ أخي الكريم، الإخوة في السعودية ينبغي الآن، لا أدري هل صناعة القرار في المملكة العربية السعودية يتجاذبه فريقان؟ أشك في ذلك. اليوم الإمارات تمارس أقذر أنواع المؤامرة على المملكة العربية السعودية. الإمارات الآن علاقتها وطيدة مع إيران، علاقتها مع الحوثيين، بل علاقتها مع داعش والقاعدة، وبالتالي تمارس أجندة قذرة. جزء من هذه الأجندة أنها تشوه، وقد شوهت فعلا، شوهت التحالف كثيرا، لكنها الآن تتآمر بوضوح على المملكة العربية السعودية. أتمنى من الإخوة في المملكة العربية السعودية أن يحموا أنفسهم قبل أن نناشدهم بأن يحموا اليمن. أتمنى بداية أن يحموا أنفسهم من مؤامرة الإمارات على المملكة العربية السعودية، وسيتذكرون قولنا هذا. لكن الرئيس هادي طالب التحالف لسببين. السبب الأول أن الرئيس هادي لم يلجأ بطلب العون والمساندة عندما اقتحمت صنعاء، وعندما دهمت من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية الإقليمية. هو يعني طلب التحالف مع السعودية. السعودية هي التي جلبت بقية المكونات، وبالتالي طالبها أولا لأنه لجأ إليها، وطالبها ثانيا لأنها رأس التحالف، وبالتالي المملكة العربية السعودية تتحمل كل المسؤولية اليوم القانونية والمسؤولية الواضحة تماما عن ما تمارسه الإمارات. يجب على السعودية اليوم أن تحدد موقفا واضحا، بعيدا عن الرمادية، بعيدا عن يعني كما يقال يعني المواقف العائمة. اليوم المملكة العربية السعودية هي رأس التحالف، سننتظر منها موقفا ربما جادا. أشكرك جزيلا أستاذ شوقي القاضي، عضو مجلس النواب. أستاذ نبيل البكيري، ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية يقول أنه وجه الحكومة بكافة مؤسساتها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مختلف الأصعدة لمواجهة هذا الاستهداف السافر ضد اليمن. ما الذي يمكن فعله؟ ما هي آلية الحكومة اليوم والمنتظر؟ أنا باعتقادي إن كان هناك من إجراءات تتخذ فهي إيقاف قطع العلاقات، سحب السفراء، سحب السفير اليمني، فضلا عن ذلك تقديم شكوى للأمم المتحدة بهذا الاعتداء السافر للجبان، أيضا رفع أي غطاء لوجود الإمارات ضمن مسمى التحالف العربي. يجب أن يخاطب التحالف المملكة العربية السعودية، أو يجب أن يعلن من قبل الحكومة اليمنية أن التحالف العربي انتهى دوره من خلال هذا الانحراف الخطير الذي أدى إلى إعاقة سعادة الشرعية في صنعاء، بل أوجد كارثة سياسية أخرى من خلال سقوط العاصمة المؤقتة عدن. وبالتالي هذه الإجراءات يفترض هي التي تتخذ في هذه المرحلة لمواجهة هذا الانقلاب. أيضا كان لغة البيان، رغم أنهم يعني في بعض المفردات التي يعني أرادت أن توصف المشهد بدقة، لكنها تبقى لغة سياسية، يعني أقل من السقف المتوقع من بيان صادر في لحظة يسقط فيها أكثر من 300 شهيد بين جريح طيب التراتبية والتصاعد في المواقف الحكومية فيما يخص الإمارات، من وزارة الخارجية للحكومة إلى وزارة الدفاع، رئاسة الهيئات الأركان، إلى أين يمكن أن تصل؟ طبعا هو يعبر عن وصول الأزمة إلى مستوى لا يمكن أن يكون بعدها أي تواصل. يعني حتى هذه المرة تمت مطالبة السعودية في بيان، على عكس المرة السابقة فيما حدث في 10 من أغسطس تمت لقاءات مع الملك سلمان وولي العهد السعودي، لكن هذه المرة مطالبة في بيان للسعودية. البيان بحسب الصيغة الأولية له، بحسب القراءة الأولية، أنا أخذت بعض المقتطفات من الواتساب، أنه هو طالب أنه يعني يساوى بين الإمارات وإيران وبين ميليشيات الحوثي وميليشيات المجلس الانتقالي، لكنه لم يرفع الغطاء مباشرة عن
الإمارات باعتبارها عدو وباعتبارها شريكة في هذه الجرائم وفي هذا الانقلاب الذي حدث. وبالتالي يعني لا زال هناك خطوة من العمل السياسي ربما هناك تواصلات. لأنه هذا السؤال الآن في هذه اللحظة من المواطن البسيط، ماذا بقي يعني حتى يرفع هذا الغطاء؟ ماذا ينتظر الرئيس هادي؟ ماذا تنتظر الحكومة؟ ما الذي سيترتب عن رفع هذا الغطاء؟ مثلا أعلنت الرئاسة وطلبت بإيقاف تدخل الإمارات، ما الذي سيترتب على هذه الخطوة؟ طبعا أي بيان يصدر من خارج الأراضي والتراب الوطنية سيبقى بيان خاضع لمزاج الجار المستضيف. هذه الحقيقة التي يجب أن يعيها المواطن اليمني والمشاهد ونعيها نحن أيضا. يعني هو بيان صدر بالرياض، والرياض على علاقة حميمية مع أبو ظبي، إن لم يكن أبو ظبي هي صاحبة القرار في هذه المرحلة من خلال السياسات السعودية التي نراها في الموقف في الملف اليمني، في تراجع كبير في أداء الإمارات في أداء المملكة مقابل تقدم الإمارات في هذا الملف. وبالتالي أنا باعتقادي هذه الصيغة الحاصلة التي صدرت هي نتيجة كما قلت لك أن البيان لا يعبر عن إرادة حقيقية للشرعية في هذه المرحلة. الإرادة الحقيقية لا يمكن التعبير عليها إلا من وجود في داخل التراب الوطني، حينها سيكون هناك قرار حقيقي وقرار تمليه إرادة الناخب وإرادة المواطن اليمني وليس إرادة المستضيف. نفترض أنه صدر طلب أو قرار من الرئاسة بإيقاف تدخل الإمارات، ما الذي سيترتب على ذلك؟ توقف خلاص، يعني أنه الحكومة قررت وهذا القرار يصعد إلى يذهب إلى الأمم المتحدة وحينها أن ترفع الغطاء السياسي والغطاء القانوني والغطاء الدستوري على وجود هذه الدولة باعتبارها دولة عدوة، وتحولت من ممارسة أعمالها العسكرية والقتالية في الداخل من دولة حليفة إلى دولة عدوة، بمعنى آخر أنها تنتهك القانون الدولي فيما يتعلق باحترام سيادة الدول واحترام كيانات الدول السياسية. ولكن أيضا حتى لا نذهب بعيدا، أنا باعتقادي أنه اليوم البيان الإماراتي الذي استبق هذا البيان هو بيان أيضا ينبع عن تصعيد كبير وحدة في الخطاب وبجاحة أيضا، ويستبق الكثير من الحقائق فيما يتعلق بتقرير أو قراءة أو رواية مغايرة تماما للرواية الرسمية للحدث، باعتبار أن هذه المجاميع متمردة وأنها خارجة عن أو كانت تريد أن تستهدف قوات التحالف العربي. يعني نحن أمام قمة البجاحة فيما يتعلق بالمنظور والخطاب السياسي لهذه الدولة. قراءتك لمستقبل الأيام القادمة، هل يمكن التنبؤ بشيء؟ اليمن يعني لا أريد أن أقول أنه يكذب من يقول أنه سيتنبأ بشيء. اليمن يسمى بلاد الرمال المتحركة، لا تستطيع أن أي سياسي مهما امتلك من القدرة أن يرسم مسار نقطة سياسية محددة في خلال فترة معينة من الزمن. المشهد مليء بالتناقضات ومرشح لمزيد من التعقيدات على كل المستويات السياسية وعسكرية لا نستطيع أن نتنبأ بها، لكن في غمرة هذه التحولات والتعقيدات الثابت الوحيد أن إرادة اليمنيين هي التي سترسم المسار الأخير والحقيقي لهذه المعركة. شكرك جزيلا أستاذ نبيل البكيري كاتب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا في الاستديو، وأيضا الشكر موصول ضيوفنا الكرام لضيوفنا الذين كانوا معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة من المساء اليمني. في الغد يوم السبت حلقة جديدة من برنامج المساء اليمني في أمان الله. شكرا لك أستاذ نبيل.